سمنتوه. حلو. الله الله يا. هذه كذا بحرية. زمان كان يعبد الأماكن كيف هذين في معتقدات الناس، تعبد الينابيع والبحار والأنهار، فهل مكان كان مقدس؟ فحتى لما جاء الإغريق يبدو أن الإغريق خدوا الفكرة من هالناس، فقالوا نسموه نهر الليثون أو نهر النسيان. فطبيعة الحياة أو الإنسان في الحياة يقوم بالأثم والذنوب، فلما يموت الإنسان تنفصل الروح عن الجسد، والروح هذه تخش لهالمكان المقدس الطاهر تغتسل فيه. وهذه فكرة في كل الأديان، حتى في الديانة الإسلامية، في كل الديانات، أنك لما أنت تبي تتوب لازم إيش تغتسل اغتسال كامل. فنحن الليثون أو نهر النسيان، باش النفس تنسى ما ارتكبه الجسد خلال إيش؟ خلال الفترة اللي كانت فيها مرتبطة معه. مهم جدا، ولكن مشكلته الموقع متاع الآن ضمن المنطقة العسكرية بالإمكان يديروا عليه تسويق سياحي والاستفادة منه حتى عن طريق القوات المسلحة، لأنه معلم من هم المعالم في الميثولوجيا الإغريقية. أهم مثل في المنطقة اللي نحن نحيط بها بنغازي هو الجخ الكبير، أي سواني عثمان. الجخ الكبير هذا في بعثة إيطالية اكتشفت فيه أدوات حجرية عبارة عن مقاشط يقشطبين أو فئاس حجرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في هذا المكان. باش تشرب قهوة؟ كم تاخذها؟ اي هذا معناها من كم من ايام الطليان وهم مهتمين بيها من سنه. احسن تصويره من غادي عندك علم من الشكوك تحتها غلط، ابسط هزه الله يرحمه.